حكم الناس يعني حكم الموت في رمضان، يعني يقول لك الله ده مات في ايام حلوه مفترجه، الله ده مات يوم جمعه، قول يعني ده له في دلاله علامات، ايه؟ نعم في علامات علامات اسمها علامات حسن الخاتمه، اسمها علامات حسن حسن الخاتمه، يعني الخاتم. تدل على حسن خاتمه صاحبها. انما هي اصل شوف انا عايز اقول حاجه لازم تكون عارفين كلنا، اصل مساله الجنه والنار دي لا بتاعت ابويا ولا بتاعت امي، يعني مش صحيح بتاعت حد يعني. صحيح. ففلان ده راح النار، ده النار مش بتاعتنا احنا يعني، واحنا قاعدين سجانين واقفين ندخل مين ونطلع، دي مش قصتنا خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذي بالظبط. يموت افضى الى ما قدم، يعني خلاص ذهب الى ربه يساله ويحاسبه عما فعل عما قدم وعما اخر، فده شيء لابد ان احنا ناخد بالنا منه ونعرفه كويس. فمساله الجنه والنار دي مش بتاعتنا خالص، لكن احنا بنقول ده علامات حسن الخاتمه. علامات حسن الخاتمه ان يموت ان يموت صائما، علامات حسن الخاتمه ان يموت في رمضان الشخص يعني، فذلك ايضا من علامات حسن الخاتمه. ان يموت في ليله الجمعه فهذه من علامات حسن الخاتمه، ان يموت في يوم الجمعه فذلك من علامات حسن الخاتمه، ان يموت بمرض هذه من علامات حسن الخاتمه، ان يموت في غرق او حرق او هدم او كذا فهذا ايضا من علامات حسن الخاتمه. كل دي تسمى علامات حسن الخاتمه، يعني علامات لينا احنا لا مش يعني انا علامات. بدعي، انا دايما الدعاء المفضل لقلبي انه يا رب يا رب ارزقني حسن الخاتمه. يا رب امين. الحسن الخاتمه دي اللي هو يبقى ابقى بعمل، هل شرط انه مثلا يموت ساجد على سجاده لا الصلاه لا او يموت؟ لا لا، ان يموت على طاعه او بعد طاعه. وزي شوفي حتى الدعوه المستجابه لما الانسان يطلب منه الدعوه المستجابه تعرفي امتى؟ يعني واحده وتصدق بصدقه طلع كده حتى صدقه فده عمل صالح، يقول لك بعدها على طول ارفع ايدك واسال. لو توضى الوضوء ده عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ عمل صالح، ادعي ربنا بعد ما توضى، ايوه يعني بعد ما صلي، بعد اي عمل صالح بعد اي تدعي عمل صالح ربنا. بقى يدعي ربنا. فكذلك الامر اذا مات الانسان بعد عمل صالح فهذه من علامات حسن الخاتمه، يعني عمل صالح، صدق بصدقه، قال كلمه حق، قال قرا ايه، قال ذكر، وصى بشيء، قال مثلا امر بصله الرحم، وعد ان يصل رحمه، وعد ان يبر فلان، وعد ان يصطلح مع متخاصم. خد بالك كل دي، بس دي مسائل قلبيه، يعني هذه المسائل مسائل قلبيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. نعم.